مساء الخير. النهاردة هعمل لكم تحديث جديد كده للموضوع ان انا اوصل الـ OBD على عربية جلوري، عربية فران جلوري بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي. دلوقتي انا وصلت الاول هو الـ OBD حاليا هحاول اوصل التابلت عليه. دي اللي انتوا عارفينه طبعا اللي هو العادي بتاعنا، مثل الفتح اتأكد بس ان هو المفروض ان هو كده واصل بيه. اوكي كده هفتح. البرنامج الجديد ده كان اشتغل لسه. العربية وهوريكم كده دلوقتي احنا بنتحرك ازاي. السرعة كده تعتبر يعني مش مناسبة، بس هو الشكل اللي احنا عايزينه. وهنا جايب الحرارة، جايب بنزين، جايب لك حرارة ال جايب كير حتى كمان thank you.
تاني. ايش بس 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 كده نعمل داشبورد للعربية ديجيتال من الآخر يعني. شكلها غير ماشي. نشوف السكيل تاني ايه. شو اختار الشكل التفريح ده؟
بتظبط بقى زي الريشيو بتاعت الموتور والعجل والسلك البنزين بعد كده يعني. عايز له شوية بارامتر بقى، انا مش لسه مش عارفها.